كما قمت في الشدة لأن المخرج المسرحي محمد الزياد في هذه الحلقة اللي وهمنا أننا غادي نديروا معاه حوار، جلسة حوارية من الزميل عمر الشباب والفاعل الجمعوي خالد إزوار. في هذه الحلقة هذه وهمنا الضيف ديالنا أننا بغينا نديروا معاه حوار لتعريف الأعمال المسرحية الكبيرة اللي كيقوم بها، تبعوا الحلقة مزيان. معروف مخرج آخر عمل اللي غنسول عليه هو المسرحية ديال الحرقة. الحقرة. الحقرة. الحقرة الحقرة. الحرقة. لا الحقرة. تكلمنا على شويه على الحريق الحريق. 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 مرحبا بك محمد في موقع الحريق. شكرا للموقع 36 للإشارة، يجالسون في هذه الجلسة الأستاذ المحترم خالد إزوار رئيس تنسيقية ووددية وجمعيات المجتمع المدني في مدينة القنيطرة. طبعا الحقرة آخر عمل مسرحي. الضيف ديالنا كيجاوب على الأسئلة والمخرج كيهضر في التليفون. تصرف لا أخلاقي ما عنده حتى علاقة بكرم الضيف. في هذه اللحظة هذه الفريق العمل ديالنا كيحاول يستفز الضيف، ولكن تبعوا معنا مزيان. ايوا راه هو مخلي لك الكاميرا شاعله، شنو ندير؟ مخليها شاعله راه شاعله، كان ماشي بالضروره يكون. شكرا الموقع 36، شكرا على الاستضافه. حتى انت شكرا بزاف سي زياد، ولكن غير صبر معنا هذه الحلقه هذه غادي ندوزوها لكم زياد. الحلقه اللي مشهد المسرحي هو مسرحيه الحقره اللي هي من تاليف الاستاذ بديع الرضي. زياد كاين شي مسرح بعدا في القنيطره كيقول لك بقى في المسرح هذا؟ بصراحه ما كنعرفك صريح. صوت لا مازال سو عمر المحاور الاساسي اللي كاين. انا سولها سي زياد واش كاين شي مسرح بالمفهوم العام في القنيطره؟ شنو نصوروا؟ واش نبداو نصوروا؟ هاي جاوبنا على السؤال، واش كاين شي مسرح بالمفهوم العام في مدينه القنيطره؟ الاجابه على هذا السؤال هي فيها شقين، حيت كاين مسرح وكاين المسرح. هو في الحقيقه في قنيطره كاين مسرح اللي هو البنايه، ولكن ما عندناش المسرح اللي بالالف واللام معرق. واخا نجاوبوا على شي، نجاوبوا حتى هو ومونطي مع مخك. غادي نجاوبوا، لا غنجاوبوا هذا الشيء. اولا سي زياد واش هذا الشيء؟ صبر معنا مازال الحلقه طويله ومازال محتاجين، ما تنرباش وما تعصبش وبرد الاعصاب ديالك. سي زياد انا غنجاوب. جاوب على السؤال ديالك. حين صعيب هذا الشيء بعدا صعيب، لان راه في اتهام. راه في اتهام لشخص يا اخي، راه السي خالد إزوار حنا غنجاوبوك. تنقول اللي قالوا الناس. لا شكون هاد الناس؟ غنزيد وانا غنجاوب. خلينا هذا السؤال وغنجاوب. قول السؤال يلا. الناس اللي في مدينه القنيطره تقول الموت ديالك السيد. انا لا ماشي انا، ما تجاوبش علي انا. قول اش كيقولوا باش نجاوب. كيقولوا بان كاع الدعم الاولاني ولا الثاني وهاد المسارياس كاع اللي كاينه. سي خالد صبر معنا شويه وما تشعلش العافيه. ما غاديش نبقاو نسولوا، لان هذا ماشي استجواب وهذا ماشي سميتو. سي خالد باش انا ماشي داكشي تاع الناس، انا راه صديقه ديال اخت ضابطه وسي زياد. عطيني اختي الله يخليك. وتقلقتي انت والفنانة انت يا زعما. عطيني اختي الله يخليك. عطيني اختي الله يخليك. عطيني اختي الله يخليك. دابا انت اش كتسجل بعدا؟ لا ما سجلتش. لا شي كله دابا كل ما سجلتي. لا ما خصكش تدوزو. راه ما خصكش تدوزو. لا قلت لي قبيله واحد السؤال. ما خصكش تدوزو، انا ما غنجاوبش. ما غدوزوش، الا دوزتي غادي ندعيك. غندوزو. لا والله العظيم غنرفع بك دعوه. لا والله. حيت هذا ماشي استجواب. وهذه ما بغيناش، القضيه ولات شهاده على القضائيه وحبس بها حكيم مختار، ما خصناش ندير هذا الشيء كامل السي زياد. ولكن انتم نعطيكم 50% 50 مليون. انا غنمشي شهاده حق في حق هذا السيد. تيدير التكوينات. اما كندير والو اسيدي. السجود بالفلوس؟ لا بالفلوس حقي. لا بالمجهود محترف انا.
راه محترفا. انا راه محترف ومحترفا يا اخي. لا 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 اخي زياد، وكنا عارفين تراك ممثل ومسرحي محترف، رد معنا وخلينا نكملوا هذا القضيه باش ندوزوا على الله. غير كذا سلينا الى غلطنا معاك. كمل فلوسك. لا لا ما نساليش نضيع الاشياء. شكون هو؟ انا. واش شنو ما دير ليا بحال هكا؟ شنو اللي نضيع الاشياء باش نصور معاه؟ تصور معايا انا؟ نصور معايا. انت ما ضربتش كتصور كاع ما تصور معايا. انت خايف. لا 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 الاسئله. خلي صافي زياد. جاوب انا راه جاوبت كل شيء. خلي صافي. انا جاوبت كل شيء. وين راه جاوبت كل شيء؟ نخدموا. يلا ولا نمشي الشيطان وخلينا نبداو هذه الحلقه من جديد. كريم هذا الكريم واحب ما احب راضي عليك صافي. الاخت الزبيطه ما تصدقش تقول لك نبض الشارع صافي. انا اللي تنقول لك الشيء اللي تيقولوا الناس، ولكن الحمد لله هو ناجح حياته. ناجح حياته تبارك الله. خلي سي عمرك يخدم الشيطان صافي. اخي بحلقه صورتها صافي. لا اخي ما تصورهاش ما تدوزهاش، راه ماشي حلقه هذه. كاميرا خفية لأن أنا دارت بها البارح وما كنتش متوقعها، فقالوا لي اقترحوا عليا بأنه شكون يجي ندوزوا عليه كاميرا خفية، فبان لي السي زياد من وصل لهنا للقاعة وقلت لهم أجي نوضوها الزياد نديروا فيه مقلب، خلي هذه الكاميرا الكاشية تدوز على نقول لكم هو لم اكن اتوقع انه غادي يكون مقلب. انا كنصحابو نيت استجواب يعني عادي كاد الاخيري. اشجعكم على هاد المبادرات، لانه يعني راه حنا كنا كنشوفوا الكاميرا خفيه في القنوات، يعني الويل ثم الويل. هاد الشيء راه يعني حيت ما مخدومش، ما عندناش سميتو. المسائل الاخرى راه كتكون مخدومه، راه كيتفقوا معاهم وكذا الى اخره. انا واحد المساله بالنسبه لكم انتم بعد، اولا لانني اقدركم وانتم هذه المساله راه عارفينها، واشكركم على هذا المقلب لانه حتى هو جزء من يمكن يبقى جزء من حياتي ومن تاريخي. شكرا لكم وتبارك الله عليكم. وانا راه دائما اضع نفسي راه الاشاره ديال جميع الاخوان والاخوات.